حاليا عندنا واحد فيديو كليب ان شاء الله اللي غيخرج من بعد رمضان اللي اغنيه زوينه بزاف رومانسيه راي، ولكن اللي صورنا لها فيديو كليب في الولايات المتحده الامريكيه. وكاين اغنيه اخرى اللي ديجا واجده، ولكن احنا باقي خدامين على السيناريو ديالها باش حتى نصوروها. انا كان واحد الوقيته تفهمت غلط، لان بزاف الناس اولوا الهضره ديالي على اساس اني قلت غنعتزل، مي انا من بعد جاوبتهم وقلت ان انا باقي ما بديتش بدايه باش كبيره باش نقول اني غنعتزل. الاعتزال كلمه كبيره. كان عندي ظروف عندها علاقه خاصه بالهرمونات النسويه طالعه وهابطه، لكن ديك الساعه عندي مشاكل في الحمل، وكان فريمون كان عندي مشكل في لي هرمون اللي كيلعب لك على المود ديالك او النفسيه ديالك. وكانت يمكن بعض المرات كتقولي شي تصريح يمكن يفهم غلط، ومن بعد بالعكس من بعد ما ولدت ليا لقيت ان انا كنحب المجال الفني بزاف، و جو لو في بار امور اي بار بليزير، ما كنتسناش شي حاجه من الفن، بالعكس انا اللي هذا المجال كنحبه باغي نعطي فيه. انا كنت قبل تلقيت جوج عروض ديال المسلسلات باللغه الامازيغيه الريفيه، ولكن ما قبلتهمش على ودي، ما كانتش محسش راسي بزاف هذاك الشخصيه. انا كنظن ان مثلا يكون اول عمل اللي نقدر نتمنى ان يكون عنده علاقه شي مثلا شي دور ديال شي فنانه مغنيه شي حاجه اللي يمكن نعطي فيه اكثر، لان كنجسد ديك الشخصيه عن حقيقه. ومن بعد ما الانسان كيكتسب خبره، لان التمثيل راه ماشي سهل، ماشي سيناريو كيتحفظ وكيتحط، بالعكس خاصك تقمصي الشخصيه وتعيشيها. كنشوفوا دابا مسلسلات ناس كتفرج فيهم كتقولي امبوسيبل هاد السيده كيفاش متقمصه هاد الشخصيه وتقناها، هي عمرها ما كانت مثلا مسلسل المكتوب عمرها فنانه بوتاطوط ما كانت شيخه، ولكن كيفاش تقمصاتها باللونكاج ديالها بالهضره ديالها بالملامح وجهها بطريقه هضرتها. فالتمثيل راه ماشي سهل. شوفي انا ملي كنت ولدت ليا كنت متحفظه جدا على اني عن اسبان، وكنا خدين هذا القرار انا وباباها، ولكن مع الوقت شفت ان ماشي عيب، وما كنظنش اني غنضرها ولا شي حاجه الى بنت معايا دو طون طون، بالاخص ان بنتي سيليا راه الناس كلها مثلا اللي محيطه بيا مثلا في مدينه قنيطره فين ساكنين كلهم عارفين سيليا راه بنتي، يعني ملي كندير ليكول ملي كنخرج انا وياها. فبعض المرات كنعقل واحد النهار وقعت لي واحد الانسيدونس كنا خارجين مع بعضياتنا، واحد السيده شتها كتصورها، فقلت انا ما غنستناش شي واحد عادي يصور بنتي، يعني خفيه وشويه وخايف لا تشوفيه وهذا. قلت انا وبابا هضرنا، قلت لي شوف ما غنبينوهاش كل نهار، ماشي اي حاجه غنبينوها، ولكن ملي غتجي مناسبه رمضان عيد غنكونوا مصورين صوره مجموعه او لا اول نهار ديال هذه المدرسه او لا شي حاجه اللي اول مره غديرهم، فما فيها باس الا شاركنا معاهم. وبالفعل سيليا محبوبه الناس، وبزاف الناس كيبغيوها، لدرجه ان دابا بزاف ملي كتخبر سيليا جوج اسابيع ثلاثه كيقول لي كوثر كنستناو سيليا تبان في لاسطوري. لا للاسف صراحه ما تبعتش المسلسل اللي هضرتي عليه، ولكن انا دائما اناشد وكنتمنى ان الاعمال الامازيغيه سواء الغنائيه او المسرحيه ولا التلفزيونيه تلقى الدعم. نعطيك مثال، انا دائما كيبقى فيه الحمل كنشوف بالاخص الريفيه، انا نهضر على الريف بحكم اني بنت منطقه الريف. مثلا في التلفازه في السهره دائما كتلقى فنانين ما شاء الله منسوس ومن الاطلس، وكتلقي غياب كبير الفنانه باللغه اللي كيغنيو باللغه الامازيغيه. هذا عتب التلفازه المغربيه، كاين اصوات رائعه جدا وطاقه رائعه جدا واغاني رائعه جدا من الشباب ومن الناس القيدوميين اللي كيغنيو اغاني زوينه بزاف وعندهم مواهب كبيره بزاف سواء في المسرح او في التمثيل او في الغناء. وهذا يمكن نداء ورساله. شوفي انا دائما مره كنحط اغنيه بالريفيه. اخر وحده درناها كانت عباره عن كوكتيل اللي تقريبا فيه 5 ديال الدقائق، واللي فريمون لقى نجاح كبير بزاف، يعني بالامازيغ اللي ساكنين في المغرب وخارج ارض الوطن، يعني كانوا كيوصل دي فيديو في شي بلدان والله العظيم ما كنعرفهم فين جايين في الخريطه. وتفكيره مني لهاد التراث المغربي اللي زوين. وان شاء الله انا على تواصل دابا مع كاتب وملحن كلمات امازيغي من الريف باش نخدموا على اغنيه من الاول لاخر ريفيه.